طبعا معروف عند الناس ان المسجد الاقصى يعطوا رمز لقبه الصخره المشرفه، ولكن صح التعبير المسجد الاقصى عباره عن 144 بنوم، كل ما حوى داخل السور كل مسجد اقصى. يعني احنا الجزء لا يتجزا من المسجد الاقصى، قبه الصخره جزء لا يتجزا من المسجد الاقصى، مصلى المرواني كذلك، او المسجد القديم، كل الساحات والمصاطب والاروقه كلها مسجد اقصى. والاجر والثواب الصلاه فيها 500 كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا بني المسجد الاقصى كما توارد حديث الاقوال بعد بيت الله الحرام ب40 عام بنته الملائكه. احنا بالوضع اللي احنا فيه بني في عهد عبد الملك بن مروان، تعرض لانهيار من خلال زلزال في العشرينات 1920 هجري شيء، تم اعاده بنائه بعديها ب 10 15 سنه في الثلاثينات، يعني بالشكل الشرقي اللي احنا شايفينه. 21/8/69 تم احراق المسجد الاقصى على يد يهودي استرالي الجنسيه اسمه مايكل روهاندينيس، احرق ثلث مساحه المصلى القبلي اللي احنا موجودين فيه، اتى الحريق على منبر صلاح الدين الايوبي والقبه تضررت والمنطقه الشرقيه والغربيه، طبعا بالاضافه الى الواجهه القبليه. تم اعاده اعمار ما تضرر به الحريق، وعمل منبر جامعه البلقاء التطبيقيه بالسلط بالاردن على نفقه الملك عبد الله ملك الاردن. قعدوا في صناعه المنبر 4 سنوات ونص، 16500 قطعه. طريقه التعشيق او الارابيسك فيش فيه ولا ماده لاصقه ولا مسامير، كله متداخل ببعضيه. احضر في العام 2007. طبعا مساحه المسجد الاقصى زي ما قلت لك 144 بنوم تشمل كل شيء. عندنا هون مثلا يتسع المسجد هذا لحوالي بين 8 إلى 10 آلاف مصلي بداخل المسجد. عندك المصلى المرواني يتسع بحدود 10 آلاف، المسجد القديم بحدود 2000. طبعا بقية الساحات تتسع إلى ما شاء الله. يعني بتذكر مرة من المرات إحدى صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان وصل عدد المصلين في المسجد الأقصى، يعني يشمل الساحات الحكي والمساجد، 500,000 مصلي. فالحمد لله. طبعا هون مضايقات اللي بتجي، يعني بجوز لاحظتوها على الأبواب، تفتيش يعني استفزاز للمصلين وخاصة الشباب منهم اللي بتنضادوا على المسجد الأقصى، للي بيكونوا جايين مثلا من دول آسيا أو مثلا من أوروبا أو شيء، المسلمين يعني بيستفزوهم، ليش أنت جاي على المسجد الأقصى؟ جاي تسوي ليش؟ أنت بتقول مثلا جاي أنت تورست على إسرائيل، أنت جاي تتعبد. فهذه الأمور يعني بتحس برضه بالنفس المسلم اللي جاي يدخل المسجد الأقصى وبنكلوا عليه، مش بس على المعابر في القدس، على أبواب المسجد. وهي المسجد بيحكي حاله من حاله، يعني انتم شفتوا صليتوا بعد الصلاه فارغ، بعض اشخاص موجودين هون، يعني بعض مرات لو جينا نقول ولله المثل الاعلى نوقف المحراب، واحد عند الباب وشاطن فوتبول فيش واحد يقول له وين رايح، فاضي يعني حراس اثنين ثلاثه بيكونوا موجودين. طبعا الواجهه الاماميه اللي بخطكم عليها قدام منطقة الفصول الأموية، وإحنا محلنا هون المنطقة اللي بنحرق بالإضافة للمنبر. هون عندك القبة هاي بتضررة على أساس قبل ما تطفي الكهرباء. هون عندك نادي اسمها دكة المؤذنين، يوم الجمعة المؤذن بوقف عليها، وتحت ما فيش ولا شيء، أجهزة كهربائية. ناس يعني للأسف في عندهم لسه نوعية من الجهل، ضريح وقبر ومين مدفون هون، هذا ما فيش ولا شيء، مسكره خوف حدا يعبط في الاجهزه الالكترونيه تبعت مكبرات الصوت. عندنا هون لاحظ هذول الثقوب في الانتفاضه الثانيه، انتفاضه الاقصى، لاحظ زي هون رصاص، ايوه رصاص اطلق على المصلين ثاني يوم من زياره شارون للمسجد الاقصى، او اقتحامه او تدنيسه للمسجد الاقصى. يعني بنقول الزياره بشرفناش واحد زي هذا يزور المسجد الاقصى، لانه اللي بيزور محل لازم يحترمه. فهذا اجى دنس المسجد الاقصى، وثاني يوم صارت انتفاضه الاقصى وصارت مجزره في المسجد الاقصى وسقط منها عدد من الشهداء. فهون يعني احدى الرصاص اللي اطلق على المصلين من الباب الشرقي هذا. وفي هلا بفرجيكم بس نرجع الخزانه، او بجوز شفتوها اللي فيها
مدخرات يعني من الطلقات النارية الفارغة والرصاص المطاط هذا اللي بسموه، هي عبارة عن كتل بولادية مطلية بالنوع من الجلد والقنابل الصوتية والقنابل الغاز المسيل للدموع. مش شفناها هذه موجودة هنا؟ نشوفها لو راجعين.